والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه محمد دجا. هيز بس شباب قبل ما نبتدي فيديو اتصل فيديو بدل من اللايكات، وبرده ما تنساش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان كل جديد. وبرده برده ما تنساش يعني ان شاء الله النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبرده يا شباب تذكروا الله لا اله الا الله. طبعا شباب زي ما انتم شايفين هنا في قصر كبير، لعيبه كتير جدا طبعا يعني على راسهم ميسي وجريزمان وسواريز. طبعا شباب شايفين اللعيبه دي؟ طيب هتعمل النهارده يا محمد؟ بصوا مش هجيب ولا واحد من دول، هنقص على دي وهغامر وهودي برشلونه سكاوت 5 نجوم، وهجيب لاعب برونز اللي هو الاسطوره الجديد اللي هو بتاع برشلونه ان شاء الله. هيبقى جامد جدا اللاعب ده واسمه فاتي. يا شباب الصراحه شفت له ماتشات اللاعب ده جامد جدا، هيتطور سبيدو. ايه السرعه دي يا ابني؟ ايه ده؟ وعلى بركة الله. بس برضه ثانية بس اقول لكم برضه انا جبته ازاي. تمام لما نفتحه اول حاجة جبت برشلونة. تمام طبعا الحاجات دي طبعا ايه برضه يعني وانت بتلعب من البطوشة تكسب سكاوتات. فانا طبعا كان معايا برشلونة من السنة اللي فاتت كنت جايبه معايا، وكان معايا اي سيلفر بقى. تمام وعملت كان معايا برضه سبيد. كل ده برضه شباب من كل ده برضو من يعني الموتوشة وكده، يعني من غير ما واجيب ولا سكاوت ولا اي حاجة. تمام تمام بس اهم حاجة تكون جايب سكاوت برشلونة. فبركة الله كده. واخيرا الاسطورة فاتي الجديد معانا في الفريق. تنور معانا الفريق. نورت اقسم بالله نورت. بس واضح ان هو لاعب هيتطور صغير وهيتطور جامد. هو ده نيكست. يلا كده يا شباب دلوقتي ان انا معيش بقى يعني تريننج او تريد يعني ان ايه اجيب يعني اطوره. تمام فا يعني مش عارف فنشوف اللعبه فين. طبعا شباب كل اللعبه دي جمعتهم يعني في اسبوع واحد. عارف يعني ايه اللعبه دي جمعتهم في اسبوع واحد؟ الصراحه مش عارف. طبعا كوتو دي جي بي اللي معايا وكل كوتش كوتو كام الواد ده؟ فين هو؟ وفين؟ هو تحت 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 اهو. نعمل رمال لك بس. بس يا شبابيكم كده وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك الفيديو يا ريت تضغط زر لايك وتشتركوا بالقناة عشان ايه يعني وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديد. وبس كان معاكم معانا كابتن محمد نجم. طبعا انا يعني جبته من غير اي ما اشتري سكاوت. عاوز تعمل زي اعمل زي. بس كان معاكم معانا كابتن محمد نجم. سلام سلام.